بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. كنرحب بكل المتتبعين، وكنتمنى منكم أنكم تزيدوا تساندوا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة المتنوعة اللي غادي تلقاو فيها الفروض، غتلقاو فيها الدروس، غتلقاو كذلك الدعم المدرسي، غتلقاو كذلك دروس للتحضير لمباراة التعليم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا القناة وتزيدوا تبارطاجيو باش ان شاء الله نكبروا القناة ويتزادوا عدد المتتبعين والمتتبعات وكذلك عدد المستفيدين والمستفيدات ان شاء الله. سبيان، اليوم غادي نديرو الحصة السادسة وهي بعنوان الأبر وتوالد النباتات الزهرية جنسيا. La pollinisation et la reproduction sexuée des plantes à fleurs. سبيان، غادي نعرفو الظاهرة ديال الأبر وغادي نعرفو كذلك توالد النباتات الزهرية جنسيا، كيف تتوالد النباتات الزهرية جنسيا. إذن الهدف من هذا الدرس هو بيان أهمية الأبر في تكاثر النباتات جنسيا. الأبر هي عملية نقل حبوب اللقاح من الأصدية إلى المدقة وتدخل إلى المبيض، فيحدث هناك إخصاب ما بين البويضات وحبوب اللقاح ويحدث التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية. إذا هادشي اللي غادي نتعرفوه في هذا الدرس. إذا كما دائما غادي نبداو بصورة الانطلاق. إذا هنا في الصورة كتبان لي نحلة تحمل حبوب لقاح. إذا النحلة كتحمل داك حبوب اللقاح عبارة عن غبار أصفر، لاحظوا عبارة عن غبار أصفر. إذا هذه النحلة تساهم في عملية تخصيب الأزهار بنقل حبوب اللقاح من زهرة معينة إلى مدقة زهرة أخرى، فيحدث هناك إخصاب وتكاثر جنسي. إذا نقرأ معكم هذه الجملة اللي كاينه هنا في ألاحظ. لمس تلميذ زهرة بحديقة المدرسة فالتصق بيده غبار أصفر فتساءل عن دوره وأهميته. نعم، إذا واحد التلميذ كان كيدور في الحديقة ديال المدرسة ولصق فيه، يعني التصق به غبار أصفر، لصق فيه واحد الغبار أصفر وبقى كيتساءل شنو هذا الغبار، شنو الدور ديالو، شنو الأهمية ديالو. إذا بطبيعة الحال أي واحد فينا غادي يكون فايت له تصادف مع هذا الغبار أصفر اللي هما حبوب اللقاح، ملي كان كيدور في الغابة مثلا ولا كان داير في الحديقة ديال المدرسة ولا في مكان معين. إذا في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي يمكن أن نطرحه بناء على هذه الوضعية وكذلك بناء على صورة الانطلاق؟ إذا كما عودتكم أننا ولينا كنكتبوا سؤال التقصي والفرضيات. سؤال التقصي وهنا الفرضيات، هنا الفرضيات. إذا سؤال التقصي هو كالتالي: ما هو دور الغبار الأصفر، ما هو دور الغبار الأصفر التي تنتجه الأسدية. إذن هذا كنتج الأسدية، الغبار الأصفر اللي هو حبوب اللقاح كتنتج الأسدية، هذه معروفة عرفناها في الدرس السابق ديال الصفحة 52. جيد، بالنسبة للفرضيات ممكن نكتبوا أفترض أن الأسدية أو للأسدية أنه للأسدية دور مهم في إنتاج هذا الغبار الأصفر اللي هو حبوب اللقاح لتحدث دورة، باش كتحدث واحد الدورة ديال التلقيح، دورة تلقيح وإخصاب للبويضات التي توجد في المدق، التي توجد في المدقة. إذا كنفترضوا بأن الأسدية هي اللي عندها دور، واحد الدور مهم بزاف في إنتاج حبوب اللقاح، وداك حبوب اللقاح الالتقاء ديالهم بالبويضات كيحدث لنا واحد الإخصاب الذي يؤدي إلى حصول التكاثر الجنسي. دابا غادي ندوزو باش نتحققوا من هذه الفرضيات هذه واش صحيحة
ولا خاطئة، غادي نديرو هذه الأنشطة المبينة في أتحقق. انتبهوا معي، إذا أتحقق ولاحظوا نتائج تجربة قام بها متخصصون وأعبر شفهيا. إذا هذه التجربة تدو داروها متخصصون يعني علماء باش يشوفوا شنو التغيرات وشنو الاستنتاجات اللي ممكن يوصلوها، ثم أملأ الجدول وأدون ما توصلت إليه في دفتر التقصي. إذا غادي نشوفوا هذه التجربات اللي داروها الباحثون وغادي نشوفوا النتيجة كذلك، وحنا غادي نستنتجوا يعني من خلال الملاحظات. إذا هنايا تجربة شاهد ما قام به الباحث، لاحظ ستار ثوب خفيف يمنع حبات اللقاح من الدخول. نلاحظوا كيجيب واحد الزهرة كاملة فيها حبوب اللقاح، فيها المدقة، فيها الأسدية، فيها الأوراق التواجية، فيها الوعاء إلى غير ذلك. اها شنو كيديروا لها؟ كيديروا لها واحد الستار من الثوب. دكوغ هذا الستار كيمنع حبوب اللقاح من الدخول، يعني كيمنع شي حبوب ديال اللقاح انهم يدخلوا، لان احنا عندنا حبوب اللقاح في الاسديه، لكن كيمنع عندنا حبوب اللقاح من الدخول من الخارج، مثلا من زهره اخرى مثلا يمكن لها تنتقل عن طريق النحله. صافي، هنا حبات اللقاح ديال الاسديه، هنا سودات، هنا المدقه. جيد، النتيجه شنو عطاتنا؟ عطاتنا تمره ناضجه بها بذور. اذا هذه العمليه هذه شنو عطاتنا؟ عطاتنا واحد التمره ناضجه بها بذور. نظركم علاش عطاتنا ثمره ناضجه؟ لانه عندي اسديه، داك الاسديه بها حبوب اللقاح، داك حبوب اللقاح كتمشي للمدقه وكيحدث لنا الاخصاب بالتقاء حبوب اللقاح بالبويضات، مفهوم؟ اذا تخصيب البويضات من طرف حبوب اللقاح المنتجه من طرف اسديه الزهرة، مفهوم؟ أسدية على مستوى الزهرة الواحدة، يعني داك الحبوب اللقاح ما جاوش من برا. مزيان، الاستنتاج اللي ممكن نستنتجو إذا تخصيب البويضات من طرف حبوب اللقاح المنتجة من طرف أسدية الزهرة. مفهوم؟ أسدية الزهرة يعني الزهرة بذاتها فيها أسدية، فيها حبوب لقاح، مفهوم؟ داكشي علاش عطانا تمرة ناضجة بها بذور. نمرو للتجربة الموالية، إذا رش حبوب لقاح زهرة خزامة أخرى، هنا بتر الأسدية. جيد، إذا جابوا واحد الزهرة وجابوا زهرة أخرى، الزهرة اللي كانت عندنا الأولى حيدوا لها داك الأسدية، حيدوهم، وجابوا زهرة أخرى وجابوا لها حبوب لقاح ورشوهم على داك المدقة ديال هاد الزهرة المبتورة الأسدية. النتيجة هي أننا غادي نحصلوا على ثمره ناضجه بها بذور. اذا الاستنتاج اللي ممكن نوصلوا له هو ان حبوب اللقاح ديال الزهره الاخرى كيتمكن من تخصيب ماذا؟ تخصيب البويضات للحصول على ثمره ناضجه بها بذور. جيد، اذا حبوب لقاح زهره ديال الخزامه اخرى، تمكن من ماذا؟ من تخصيب البويضات للحصول على ثمرة ناضجة. التجربة الأخرى عندي بتر الأسدية، إذا هنا هاد الزهرة بدون أسدية ومرشوش عليها حبوب لقاح. صافي، مرشوش عليها حبوب لقاح، ما عندها مين تجيب حبوب لقاح. إذا النتيجة هي عدم نضج الثمرة وغياب البذور. إذا هاد الثمرة ما نضجتش وما نحصلوش على بذور. إذا وجود حبوب اللقاح، استنتاج اللي ممكن نحصله، وجود حبوب اللقاح ضروري لحدوث الإخصاب والحصول على ثمرة ناضجة بها بذور. صافي، إذا من الضروري وجود حبوب اللقاح اللي غادي تلتقي مع البويضات باش يحدث لنا داك الاخصاب باش نحصلوا على ثمره ناضجه بها بذور، مفهوم؟ بلا حبوب اللقاح ما يمكنناش نحصلوا على داك ثمره ناضجه بها بذور. مروا للكيستيون 2، افسر نتائج هذه التجربه. خصنا نفسروا النتائج ديال هذه التجربه. اذا التفسير سهل جدا، وانه لكي يحدث الإخصاب، شنو كيوقع؟ إذا ضروري أو لابد من وجود حبوب اللقاح، أو لابد من وجود اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات للحصول
على ثمرة ناضجة. فيه الحصول على ثمرة ناضجة. لكي يحدث الإخصاب لا بد من وجود اتحاد أو اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات. يعني ضروري خصو يكون عندنا واحد الاتحاد ديال حبوب اللقاح مع البويضات باش نحصلوا على واحد التمرة ناضجة فيها واحد البذور. إذا استخلص حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة. إذا اتحاد البويضة بحبة اللقاح يسمى إخصابا، وهو الذي يضمن نضج البذرة. شتي هو اللي كيضمن النضج ديال البذرة. إلا ما كانش حبوب اللقاح إلا ما كانش واحد الاتحاد ما بين حبوب اللقاح والبويضات، ما غاديش يحدث الإخصاب وما غاديش نحصلوا على البذرة. نقل حبات اللقاح من المئبر إلى المذقة يوصف بالأبر. إذا داك النقل ديال حبات اللقاح من المئبر، المئبر هو داك الرأس ديال الأسدية، منين كان تنقل داك حبوب اللقاح إلى المذقة، هذيك هي عملية الأبر الذي يتم بواسطة الحشرات والرياح عموما. جيد، إذا اللي كينقلنا داك حبوب اللقاح كيتم بالحشرات ولا عن طريق الرياح. جيد، دونك لو بولان اللي هو حبات اللقاح نيسيسير على ترانسفورماسيون دو لوفير اون فروي. لونيون دو لوفول اي دو غران دو بولان سابيل لا فيكونداسيون. سي ال كي اسور لا ماتوريتي de la graine. Le transfert du pollen de l'anther vers le pistil est appelé pollinisation et se fait grâce aux insectes et le vent en général. D'accord? أخيراً غادي ندوزو لأطبق، نطبقو داكشي اللي تعلمناه. السؤال الأول، أتمم الجملة بما يلائم. عندي عملية رش النخلة بحبوب اللقاح تسمى. إذا نرش النخلة، مثلاً النخلة بها أزهر باش تعطينا التمرة، خصو يحدث لنا إخصاب، يعني التقاء ديال حبوب اللقاح مع البويضات على مستوى المبيض لكي يتحول المبيض الى ثمره. مفهوم؟ اذا هذه العمليه تسمى الابر. صافي، الابر تسمى الابر. جيد. كيسون دو اللي هو اون فرونسي، لو ترونسبور دو بولان دو ليتامين دون فلور فير لو بيستيل دون اوتر فلور par un abeille s'appelle la fécondation. Je coche la case correcte, vrai ou faux. Donc يقول لك يعني نقل حبوب اللقاح من الاسديه ديال واحد الزهره للمدقه ديال واحد الزهره اخرى عن طريق واحد النحله كيتسمى لا فيكونداسيون، كيتسمى الاخصاب، وهذا خطا. ما كيتسماش الاخصاب، كيتسمى لا بولينيزاسيون، كيتسمى لا بولينيزاسيون. داكوغ، اما الإخصاب هو الاتحاد ديال حبوب اللقاح بعد وصول حبوب اللقاح إلى هذا البيستيل، هذه المدقة ديال ذاك الزهرة أخرى، كتتحد مع ذاك البويضات الموجودة داخل المدقة يعني مستوى المبيض، وديك الساعات كيتحول لنا المبيض إلى ثمرة. مفهوم؟ إذا هذه العبارة خاطئة. إذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى أنكم تكونوا كتستافدوا معايا، وكنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.